كتير، شوف اللي انت تختاره. حاول بقدر الامكان ان انت تبقى عندك معلومة من الاختراعات، يعني ان انت تبقى كرياتيف شوية يعني. بس زي ما انت شايف تبدأ تعمل شكل جديد، تحط واحدة 2 3. يعني انا شايف ان موضوع البطة الواحدة، الفيديو بتاع البطة الواحدة ده انتشر جدا يعني. انت حاول يبقى عندك نوع من الكرياتيف شوية، تشكل، تحط مثلا زي الصفحة زي ما انا عامل كده بس. وما تنساش انك تعمل له فولو ولايك، يهمنا جدا تبقى من الناس المتابعين معايا.